أين يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تأجيل المباريات الدولية المبرمجة لشهر جوان المقبل بحسب ما جاء في توصيات فريق العمل المنصب من طرف الفيفا لمتابعة الوضعية الصحية عالمية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا؟ وبهذا فإن الجولة الخامسة من تصفية كان 2021 المبرمجة سالفا في 9 جوان، أين من المقرر أن يتنقل فيها المنتخب الوطني إلى زامبيا، مهددة هي الأخرى بالتأجيل إلى موعد لاحق.